عطول لما نفكر ما نتبع حمية غذائية، الصعوبات اللي منواجهها هي بعدم الالتزام. بحلقة اليوم الشاف وأخصائي التغذية حطولنا وجبات صحية وشهية لتساعدنا بالاستمرار بحميتنا الغذائية، وأهم شيء إنه هالوصفات كلها لو فات. هاي ملك، كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو اليوم لوفات؟ حلقة عن اللوفات من الحلقات اللي هن هيلثي اما صحية المرة بالاسبوع، فحنعمل اكل كمان بنشوفه عطول. مثلا اول طبق فيشن شيبس، بس حنعمله هيلثي مش مقلي بالفرن مخبوز. كلنا بنحب السمك، بنحب هاي الكرام. الطبق كتير محبوب اكيد 100%. هذا بالنهاية بس هو اللي عم نعمله هلا، اكل لوفات يعني قليل الدهون منشان اشخاص بيحبوا يخفوا الدهن من جسمهم اكثر. حتى الناس اللي عندهم كوليسترول اكزاكتلي الاشخاص اللي ممكن يكون عندها كوليسترول حابه كمان تنزل دهون من جسمها لجسم يستهلك الدهون المخزنه. مزبوط. اول طبق حيكون بقلبه اكيد بطاطا. حنستعمل نخاله القمح، اوكي، حنستعمل كعك مطحون، ثوم، اعشاب ناشفه، وحنلت هالسمك فيهم ليعملوا مثل كوت، وحنحطه كله على الفرن مع بعضه. بس قبل حناخذ هالبطاطا كمان. البطاطا يا شيف ما نحطهم بالفرن؟ اي كله جارنيش يعني شيبس. حد ال واو، لكل محبين هيدا الطبق، هيدي وجبه سريعه تنعد، فينا نعملها بالبيت واكيد نعملها بشكل صحي 100%. وفيك حتى جلديه اذا بتحبي. واخيرا صار عندنا شيء جلده يا شيف، او صرت انت يعني مش نخلي هويتك توافقنا الراي انه جلد الاشياء. لانه حتى ما تقولي لي ما قدرت ويلا لقيت الي اهين هيك. بس بجلدها قبل ما اشويها صح؟ ايه اكيد. بتحط عليها الكرنب اللي هنعمله بعد شوي، وبتحطيها بالفريزر، بتشيليها على قد